أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله من شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن لا ظلم اليوم يوم هم بارزون لا يخفى
لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم لهم أجر غير ممنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم بسم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الفاتحة يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آية الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ونحن في ختام الليلة الثانية لتكريم الأمة الراحلة رمز العطاء والسخاء والود والصلة والدة الدكتور مصطفى أمين مدكور والأستاذ أسامة أمين مدكور اللهم اغفر لها وارحمها عافها واعف عنها أكرم نزلها وسع مدخلها اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم أسكنها الفردوس الأعلى
وارزقها جوار النبي، واسقها من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها، وارزقها لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعل أولادها صالحين يدعون لها. اللهم زدهم بالإحسان إحسانا وبالبر برا، اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها. شكر الله سعيكم وتقبل عزاءكم، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.